السلام عليكم. قصة اليوم اللي جيت نحكي لكم أخوتي هي قصة كتحدث على القدر والمكتوب. هي قصة حقيقية وقعت لواحد الشخص مسكين سميتو السي إبراهيم، الشاب الوسيم الذكي الصغير صغير السن. السي إبراهيم كانت عنده 15 سنة من يتحمل المسؤولية والعبء ديال ثقل الحياة مع الوالد ديالو مسكين. كان الوالد ديالو كيخدم في البناء، نهار كله مسكين في البناء، وفي العشية كان كيبيع ويشري الخضر والفواكه في واحد الحي راقي حتى الحي ديالهم كان كيسكنوا ما في حي مهمش. وكانوا في العشية كيقطعوا الشانطي للجهة الأخرى الحي الراقي باش يبيعوا الفواكه والخضر. كان باه كيزاول جوج المهن في يوم واحد. السي إبراهيم كان شاف الوالد ديالو مسكين إنسان كبير في السن وكان يعني عليه ضغط الحياة. داكشي اللي خلى إبراهيم مسكين يترك صفوف الدراسة ديالو هو صغير ويلتحق بالوالد ديالو باش يعيلو على الزمان، حيث كان هو الخليفة ديال الوالد ديالو، هو اللي كان كيشد المسؤولية ملي كان الوالد ديالو كيغيب، وهو اللي كان كيعيل الأسرة ديالو، حيث كانوا عنده 4 ديال الإخوة، وهو اللي كان كيشري لهم الكتب الدراسية باش ما ينقطعوش على الدراسة ديالهم، وكان كيزرع فيهم حب المثابرة وحب الاجتهاد والتفاؤل في الحياة. إبراهيم كان في العشية كيلتحق بالوالد ديالو الكروسة اللي كان كيبيع فيها الخضرة والفواكه، وكان كيعاونو وكان كيوقف معاه العشية كلها حتى يساليو. في العاشرة ليلا وهو اللي كان كيقوم تنظيف الكروسة وكان كيدخلها للكراج، وكان هو اللي كيقوم بالأشغال الشاقة لأن الوالد ديالو كان راجل شيباني مسكين. واحد الجمعة جاء عندهم الأستاذ اللي كان موالف يشري من عندهم دائما من مور صلاة الظهر، ولكن داك النهار جاي يشري كمية كبيرة حيت جاو عنده شي ضياف. وكان الأب ديال إبراهيم مشى للجامع يصلي خلاه وحده في الكروسة. جاء الأستاذ تقدى الكمية الكبيرة اللي تقداها، جبد ورقة نقدية كبيرة أعطاها لإبراهيم. الأستاذ بدأ يحدق في إبراهيم حيت عارفه أنه إنسان ما قاريش، ولكن كان كيساين الرد ديال إبراهيم بحكم أنه ما بغاش يسبق الأحداث وبغى يشوف إبراهيم كيفاش غيتعامل مع الورقة النقدية. إبراهيم رد المبلغ المطلوب للأستاذ وبدون غلط، وهنا الأستاذ كان فضولي وطلب من إبراهيم المستوى الدراسي ديالو. هنا كانت المفاجأة اللي ما توقعهاش الأستاذ، حيث أن إبراهيم قرأ في المسيد وخرج من السنة الثانية ابتدائي. سأل الأستاذ إبراهيم على سبب المغادرة ديالو لصفوف الدراسة. جاوبوا إبراهيم على أن عبء الحياة ثقيل على الأب ديالو، كان مضطر أنه يترك صفوف الدراسة باش يقدر يعيل الوالد ديالو ويقدر يوفر المأكل والمشرب والدراسة لجميع العائلة المكونة من الأم و4 ديال الأخوت. هنا شاف فيه الأستاذ شوفة ديال الرحمة وطلب من الوالد ديالو باش يقيدو عنده في المدرسة الخصوصية، حيث أن الأستاذ كيتوفر على مدرسة خصوصية بحكم أن الله مسك عليه. الوالد ديالو قبل عرض الأستاذ وعرض عليه يتعشى عنده هو والأولاد ديالو، وخا كان فقير على قد الحال ولكن كان قلبه كبير وكان قلبه غني. الأستاذ ما ترددش وقبل العرادة ديالو بحكم كان إنسان متواضع. نهار الجمعة في الليل جا الأستاذ والمرأة ديالو والولد ديالو الوحيد، لقاو إبراهيم كيسينهم فرس الحومة باش يرافقهم للدار. تفاجؤوا بالدار كانت صغيرة ولكن الضيافة ديالهم كانت كبيرة، فرحوا بهم بزاف عائلة إبراهيم. وهنا غادي يربط إبراهيم علاقة مع ابن الأستاذ اللي سميتو سعيد، حيث كان بينهم غير عامين ديال الفرق. إبراهيم كان كبير عليه بعامين ولكن كانوا كيتفاهموا، وكان سعيد عزيز عليه إبراهيم حيث كان ذكي ونابغة.
وخا كان فقير. سعيد مع الأيام ولف بإبراهيم بزاف، حيت لمس فيه الصداقة الحقيقية اللي ما لقاهاش في ولاد خالته اللي كانوا لاباس عليهم، بحيث ما كانش شي نهار يدوز بلا ما يتشوف معاه. استمرت علاقة سعيد بإبراهيم لمدة 5 سنوات بعد أن نزل الخبر المحزن كالصاعقة على سعيد، وهو انتقل الوالد ديالو لمدينة قنيطرة. هادشي اللي ما تقبلوش سعيد بتاتا، ولكن القدر كان أقوى منه. ودع سعيد صاحبه المخلص إبراهيم والدموع تدرف من عينيه، ووعدوا أنه غيبقى يجي يزوره مرة في الشهر، حيث عنده جداته في فاس، يبقى يجي الفاس مرة ويزوره. لمدة 5 سنوات حتى الواحد النهار جاته فيزا باش يمشي للنرويج يخدم تما بحكم تفوقه في الدراسة. سعيد حزم الحقائب ديالو وتوجه للنرويج. بقى إبراهيم كيساين قدوم صاحبه سعيد. في التالي ديال الشهر ما بلوش في الحي، اضطر يمشي يدق عليه في الدار. تفاجأ بخروج الوالد ديال سعيد، كيخبره بأن صاحبه سعيد هاجر للنرويج بحكم العمل. تأثر إبراهيم بزاف، ولكن ردخل القدر في التالي. كان إبراهيم دائما كيمشي لوحد الهضبة حتى الدار ديالهم، وكيطلب من الله يعاونه باش يخرج من مأزق الفقر اللي كيعيش فيه. استمر غياب سعيد صاحبه مدة 15 سنة. توفى أب إبراهيم، أصبح إبراهيم هو المعيل الوحيد للأسرة ديالو. رفض بتاتا إبراهيم فكرة الزواج باش يعاون خوتو على الدراسة. اضطر باش يزاول جوج وظائف، الصباح كيبيع الفواكه والخضر، وفي العشية ماسح أحذية. واحد النهار بينما كان إبراهيم كيتجول في قلب المدينة، بلو كليان من نوع خاص، سيارة فاخرة مرسيدس كلاس، وحذاء بني غالي الثمن. الكليان عيط لإبراهيم وطلب منه بهدوء واحترام باش يدوزلو على الصباط ديالو، حيت كان متسخ شوية بحكم أنه كان في الفيرما ديالو. إبراهيم قال له مرحبا سيدي. أهبط كيجبد الماتيريال ديالو باش يدوزلو على الصباط ديالو. بينما كان هو كيدوزلو على الصباط ديالو، كان داك السيد كيحدق فيه، كيشوف فيه وكيولي عاود يشوفه. استمرت هاد العملية لمدة 5 دقائق. داك السيد دخلو الشك، وهو يطلب من إبراهيم الاسم ديالو، وقال له سميت كسيدي. شاف فيه إبراهيم قال له علاش؟ جاوبو السيد قال له اودي راه تشبهتي ليا مع شي واحدة سيدي. حدق فيه إبراهيم وهو يقول له سميتي إبراهيم سيدي. هنا بدا الشك ديالو كيزول، وطلب منه فين كيسكن الحومة ديالو وسميت الوالد ديالو. اعطاه نفس الشيء، صاب السيد بالدهول. طلب منه يتوقف عن مسح الحذاء فورا، وقال له شوف فيا وسول واش معقلتيش عليا سيدي. قال له لا. قال له شوف مزيان. قال له والله ما عقلت عليك سيدي. انطق السيد وهو يقول له انا صاحبك سعيد ولد الاستاذ. ابراهيم بقى دهشان، قال له واش بالصح السيدي كتهضر ولا غير كتفلى عليا؟ سعيد جبد لاكارت ناسيونال ديالو هو يوريها له باش يتيقن ويحيد الشك. من بعد ما ابراهيم شاف لاكارت قفز للسماء، وهو ينقز على صاحبه سعيد ويعنقه بحرارة، وبدا يبكي حيت الأب ديال سعيد كان حنين عليه بزاف. طلب سعيد من إبراهيم يتوقف عن البكاء ويجمع الماتيريال ديالو.
ابراهيم هز الماتيريال ديالو دارو في الكفر ديال السياره ديال صديقه سعيد، وفعلا هزوا سعيد بالسياره وتوجهوا لواحد المطعم كلاس باش يتعشى ويتذاكروا هو وياه على كل ما يخص العائله. ابراهيم كان منبهر بداك الشيء اللي وصلو صديقه سعيد، ولكن الجواب ديال سعيد كان مفاجأة لإبراهيم، حيث قال له بأنه دائما كان كيفكر فيه، وكان قلبه حاس بأن غيجي شي نهار وغيرجعوا أصدقاء. اقترح سعيد على إبراهيم باش يديه معاه للنرويج بحكم العلاقة الوطيدة اللي كانت كتجمعه مع الصديق ديالو إبراهيم. إبراهيم فرح بزاف، منعش ديك الليلة. النهار الثاني عيط له سعيد باش يرسي معاه يوم المغادرة اللي غيكون اليوم الخامس. إبراهيم جمع ساكو يوم السبت مع الساعة السادسة مساء، داز عليه سعيد بالسيارة، هزو بعد ما توادع مع العائلة ديالو. فعلا إبراهيم شد الطريق مع صديقه سعيد، دوزو 4 أيام قبل ما يوصلوا للنرويج. 4 أيام ديال الطريق كانت صعبة شوية بالنسبة لإبراهيم بحكم ما عمرو دوز 4 أيام في الطريق. منين وصلوا للنرويج إبراهيم تفاجأ، حيت داك الجو اللي تما ما عمر شاف بحاله، جو قاسح، جو كله ثلوج، والناس قلال ماشي بحال المدينة فين كان كيسكن. كيقيل إبراهيم النهار كله في الدار حكم أن الصديق ديالو سعيد كيمشي للعمل. الصديق ديالو سعيد كيغادر المنزل على الساعة السادسة صباحا وما كيرجع حتى الساعة السادسة مساء. إبراهيم كيدوز النهار كله في الدار مسكين بوحدو، كيحس بالملل والقنط. بقى على هاد الحال لمدة 2 شهر. واحد النهار هو يفاجئ بواحد القرار الصديق ديالو سعيد، وهو يخاطبه بواحد الخطاب شديد اللهجة، وهو يقول له: أنت صديقي وأنت عزيز عليا إبراهيم، ولكن خصك تبين لي أنك أنت راجل وكدير دي كما كدير في المغرب، حيث المدة ديال 2 شهر اللي قضيتيها في الدار ما استفدتي فيها والو، وأنا الوعد اللي عطيتك وفيت به وجبتك للنرويج، والنرويج صديقي هي هادي، فبين لي الرجولة ديالك وخرج دبر على راسك يا صديقي. مرضاش إبراهيم بالكلام الموجه ليه من طرف الصديق ديالو سعيد، وهو يحزم الحقائب ديالو وخرج على الساعة 10 ليلا من المنزل ديال الصديق ديالو سعيد، متجها صوب وجهة أخرى مجهولة باش يدبر على راسوين. بدأ إبراهيم مسكين رحلة البحث عن حياة أفضل. 7 سوايع ديال المشي في الغابة في وسط الثلوج والبرد. من بعد حس بالعيا والجوع مسكين، وهي تبلو واحد الدار حدا واحد النهر صغير، قرب منها مسكين وهو يطل من السرجم. بانت له طبلة فوقها شوية ديال البنان واللحم وقرعة ديال الشراب. ادفع السرجم مسكين ونقز للدار. قوة الجوع اللي كان فيه بدا ياكل 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 حتى حس بالشبعة، ولكن مازال فيه شوية ديال البرد. وهو شوية تبالو في القرعة ديال الشراب، حل القرعة وشرب كاس ديال الشراب. كان هذاك ويسكي عنده دوغري عالي هو اللي سبب له في النوم، وصدق طاح فوق الباياس كاو. واحد اللحظة هو يحس بالنغيز، ضرباتو الفيقة هو يلقى مرا شيبانية كطلب منه الهوية ديالو. بدا إبراهيم كيشرح لها مسكين بالإشارة. بالتالي المرأة فهمت أنه حراق وأنه كان جيعان مسكين ودخل الدار باش ياكل ماشي باش يسرق، وعلى أنه من المغرب بحكم أن المرأة مسكينة كانت زارت المغرب ولقات ترحب زوين من الناس، تعاملت معاه مزيان وعطاته بيت فين ينعس على ما يدبر على راسه. مع المدة اكتشفت مسكينة ديك المرأة الشيبانية أنه إنسان مزيان في التعامل ديالو والصبر ديالو والذكاء ديالو، وهي تقترح عليه يخدم عندهم حيث كانت غير هي والزوج ديالها وبنتهم الوحيدة.
إبراهيم قبل الطلب ديالها بدون تردد. إبراهيم فرح بزاف مسكين، حيت ربي حقق له المتمنيات ديالو والدعوات ديالو، ألا وهي الهروب من الفقر وإنقاذ العائلة ديالو. بدأ إبراهيم العمل ديالو الجديد بجدية وإخلاص لمدة عام كامل وبدون تعب ولا غياب ولو ليوم واحد. لمسات فيه المرأة العجوز هي والزوج ديالها الإخلاص والوفاء، وبحكم عندهم غير بنت وحدة قروا يزوجوها ليه. تشاوروا مع البنت ديالهم وكان القبول هو الجواب ديالها، حيث ما غتلقاش بحال إبراهيم الشاب الخلوق الخدوم والأكثر من هذا صبور. تقدمت المرأة العجوز وطلبات من إبراهيم يجي يتغدى عندهم باش يبدل الجو شوية ويعرف باش يبدل شي شوية ديال النرويج ويعرف إبراهيم شوية ديال الذكاء ديال النرويج يخدم في النهار. إبراهيم بحكم الذكاء ديالو كان كيخدم باش يتعلم النرويجية الدارجة وكيقرا الإنجليزية في البيت ديالو، وقدر في عام يتعلم اللهجة النرويجية. المرأة العجوز احترمت الديانة ديال إبراهيم ومشات باش تجيب له اللحم حلال من واحد المجزرة إسلامية. إبراهيم قدر بزاف الاحترام ديال العائلة اللي جالس عندهم واحترامهم للديانة ديالو. بدات المرأة العجوز كتجادب أطراف الحديث مع إبراهيم وهي تقول له شوف ولدي إبراهيم، احنا النرويجيين عندنا ثقافة ديال ديريكت، ما كان زوقوش في الكلام، في الصراحة انت بنتينا ولد معقول وصبور، وبحكم عندنا غي بنت وحدة وحنا كبار ولدي في السن ما بقناش بزاف في هاد الدنيا، اش ظهر لك تزوج بالبنت ديالنا؟ الجواب ديال إبراهيم كان مختلف بزاف على اللي بغات تسمع المرأة العجوز، حيث انه فاجأها وقال لها انه خصو يفكر. هنا تأثرت المرأة العجوز وعرفت بأنه إنسان قانوع وماشي طماع. فعلا من بعد ما اتصل بالوالدة ديالو وفكر مزيان، تأكد بأن الزوجة ديالو ديال المستقبل غادي تدخل الإسلام بالفضل ديال الأخلاق ديالو الحميدة. وفعلا من بعد أسبوع جاوب إبراهيم المرأة العجوز بالقبول وعمت الفرحة منزل العائلة، حيث عرفوا بأن بنتهم ورزقهم غيكونوا في أيادي آمنة. من بعد أسبوعين قرروا يديروا حفل زفاف وعرضوا على ناس ديال الفيلاج، ودازت ليلة زوينة، كانت أحسن ليلة دوز إبراهيم في حياته. بدأ إبراهيم حياته الجديدة المليئة بالسعادة مع المرأة الغربية الأنيقة اللي ما كانش كيحلم بها يوم من الأيام. بدات زوجة إبراهيم كتوريه الأملاك ديالهم، حيث أن إبراهيم كان كيجهل هاد الأملاك من قبل. إبراهيم تعجب وقال لها واش نتوما عندكم كاع هاد الأملاك وعايشين عادي بحال جميع الناس؟ جاوبته الزوجة ديالو قالت له حنا كننتميو لعائلة نرويجية عريقة. بدات الحياة ديال إبراهيم كتبدل وبدا كيلمس الثمار ديال الدعوات ديالو فوق الهضبة حدا الحومة فين كان كيسكن. 4 سنوات مرت، توفى ونسابو، بقى غير هو والزوجة ديالو. حتى لواحد النهار وهو يعيط له المحامي ديالو وطلب منه يجي عنده للبيرو. إبراهيم طلب من الزوجة ديالو ترافقو عند المحامي. دخوله عند المحامي غير حياته بالكامل، حيث أن المحامي مخبع له مفاجأة عمر فكر يحلم بها. المحامي يطلب منه يكون هادئ حيث المفاجأة غادي تكون قوية. إبراهيم جاوب المحامي وقال له أنا عندي إيمان قوي بالله، كون هاني يا سيدي. المحامي خاطب إبراهيم وقال له شوف السي إبراهيم، نسابق قبل ما يموت وخلاه وصية كتقول احنا الموقعين اسفله كنهديو نصف الثروة ديالنا لنسيبنا إبراهيم باش ما نضيعوش في حقه، لأنه بالنسبة لنا بحال ولدنا الحقيقي.
والنصف الآخر لبنتنا، ونتمنى التوفيق للجميع. إمضاء السيد إيريكسون والسيدة جينيفر. وهنا كيظهر أن القدرة ديال الله كن فيكون واقعية، وأي واحد خصو يآمن بها، ولا تقنطوا من رحمة الله. اقدر الله يغير لك حياتك في أي لحظة. كنتمنى أن القصة تكون نالت الإعجاب ديالكم، وحاولوا تاخدوها كعبرة.